مشاهدينا الكرام، أهلا بكم على الجزيرة مباشر في هذه التغطية المتواصلة لإضراب الأسير ماهر الأخرس الذي يصل اليوم إلى حاجز 78 يوما في ظل موجة متصاعدة من الدعم والتأييد في هذه الأيام. قبل قليل وصل نشطاء من الجهاد الإسلامي فدخلوا مقر الصليب الأحمر، هنا يوجد وجود لمجموعة من الشبان بالإضافة إلى مدينة طول كرم وجنين. على ما يبدو الآن في خلفية الصورة يخرج فريق الصليب الأحمر في هذه الأثناء جراء عملية الاعتصام، ويغلق الصليب الأحمر في هذه الأثناء وجودهم. كما تشاهدون الآن فريق الصليب الأحمر يغادر مقر الصليب في مدينة رام الله كما تشاهدون على خلفية الاعتصام، ويترك العمل هنا على ما يبدو احتجاجا على عملية دخول الفريق. نحاول أن نأخذ بعضهم، يعطيكم العافية، في مجال نأخذ حدا من فريق الصليب الأحمر؟ إحنا على الجزيرة مباشر، نأخذ منكم مقابلة إذا سمحتوا. طيب أشكرك. إذن كما سمعتم الآن فريق الصليب الأحمر على الهواء مباشرة، وهذا حصريا للجزيرة، يخرج الآن من مقر عمله في هذه الأثناء على ما يبدو احتجاج لاعتصام الفريق أو النشطاء هنا في مقر الصليب الأحمر. إذن كما تشاهدون الآن حصريا على الجزيرة مباشر فريق الصليب الأحمر يغادر مقر الصليب هنا في مدينة البيرة احتجاجا على عملية الاعتصام في المكان. وهنا سيارات الصليب بعد أن جاء مبعوث أممي في هذه الأثناء يخرج الآن. نحاول نعم نحاول أن نأخذ أحد النشطاء. أنا أتمنى على الصليب الأحمر كان الأولى عليه أن يغلق مكاتبهم في تل أبيب احتجاجا على اعتقال أخينا ماهر الذي يعاني والذي يعني وضعه صعب جدا. الأولى على الصليب الأحمر أن يغلق مكاتبهم في تل أبيب وليس في وجوهنا، وشكرا لهم. يعني الرسالة التي وددتم من هذا الاعتصام؟ نحن جئنا هنا حتى نعلي الصوت للجميع على الصليب الأحمر أن يقوم بمسؤولياته وواجبه باتجاه كل الأسرى وعلى رأسهم أخينا ماهر الأخرس الذي يعاني. نحن نطلب منهم بإصدار رسالة واضحة يطالب بها بالإفراج عن أخينا الأسير ماهر الأخرس الذي يدخل على إضرابه لليوم 78. سنعود إليهم لكن سنحاول أن نأخذ صورة محمد إذا كان بالإمكان لفريق الصليب الأحمر الذي كما تشاهدون في خلفية الصورة يتواجد ويغادر مقر الصليب الأحمر في هذه الأثناء. هناك كما أشرنا الحالة هنا على ما يبدو قرار بالإغلاق، لكن ممثلي الصليب يعني لا يودون الحديث. حاولنا أن نأخذ تصريحاً منهم لكن حتى الساعة هناك رفض لإدلاء بأي تصريح حول سبب المغادرة. كما تشاهدون الآن طاقم الصليب يتواجد خارج السور الرئيسي لمبنى الصليب الأحمر، وأيضا يتواجدون على الأقل في حالة يعني حالة انسحاب واضحة من مقر الصليب الأحمر في هذه الأثناء. إذن متابعينا الكرام على الجزيرة مباشر، يمكن التأكيد الآن بأن عملية المغادرة لطاقم الصليب الأحمر هنا في مدينة البيرة قد تمت. سنحاول الآن الدخول مع النشطاء هنا لسماع رأيهم بموقف الصليب الأحمر وما جرى خلال هذه الساعة. إذن متابعينا الكرام تابعونا الآن، سنأخذ إلى مقر الصليب الأحمر أو الغرفة المتبقية المفتوحة لأخذ الرأي حول ما جرى. السلام عليكم، يعطيكم العافية. يعني شاهدنا على الهواء مباشرة خروج طاقم الصليب الأحمر، وكان قد تحدث زميلك قبل قليل بأن هناك استنكار لإغلاق مقر الصليب الأحمر هنا، وكان الأجدى كما قال إغلاقه في تل أبيب. ما هي ردة فعلكم ولماذا هذا الاعتصام؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، يعني عندما يغلق الصليب الأحمر مقراته في مقره في رام الله وباقي المدن الفلسطينية فقط لأننا نحتج على استمرار اعتقال أخينا الأسير ماهر الأخرس، فهذا يدل على زيف ويعني وعدم مصداقية عبارة أن الصليب الأحمر جمعية حيادية. لا، كما ذكر زميلي وأخي بلال كان الأجدر بهم أن يغلقوا مقراتهم في تل أبيب
من أجل أن يجبروا حكومة تل أبيب، هذه الحكومة التي تمثل الجلاد. أخي الكريم، نحن هنا نمثل الضحية، نحن الآن مع الضحية ماهر الأخرس الذي يرزح تحت نير الاعتقال الإداري، هذا الاعتقال الذي هو محرم دوليا حسب القوانين الدولية من جميع الشرائع السماوية والأرضية والقانونية على مستوى العالم ككل. وبالتالي هؤلاء موظفي الصليب الأحمر، طبعا نحن لا نلوم الموظفين شخصيا، هم قلبيا متعاطفين معنا ومتعاطفين مع ماهر الأخرس، إلا أن هناك قرارات عليا تأتيهم من أجل إغلاق مقرات الصليب الأحمر، طبعا يغلقونها في وجه من؟ في وجه أسر الشهداء الذين يأتون لمراجعة أوضاع أبنائهم داخل السجون. وبالتالي هذه خطوة مستنكرة مستهجنة، يعني تكاد أن تكون وصمة عار في تاريخ الصليب الأحمر، أن يقفوا مع الجلاد ضد الضحية. هذا نعتبرها سابقة خطيرة ولها مؤشرات. إذا كان، أود أن أقول، إذا كان الاعتصام مع ماهر الأخرس يزعج الصليب الأحمر، فإننا نعلم الصليب الأحمر أنهم لم يعد مرغوب فيهم داخل الأراضي الفلسطينية. لا يشرفنا أن يبقوا داخل الأراضي الفلسطينية طالما أن مجرد الاعتصام مع أسير مضرب عن الطعام يزعجهم، فلا يشرفنا وجودهم بيننا. ماهر أخرس اليوم لديه محكمة أمام محكمة الاحتلال الإسرائيلي، يصل الآن إلى 78 يوم من الإضراب، أنت أيضا أسير محرر وأمضيت أيضا بذات المستويات من الإضراب، ما الذي يعني إضراب 78 يوم عن الطعام، وما هو واقع ماهر الأخرس الصحي؟ نعم، الذي يعنيه استمرار ماهر الأخرس للإضراب لهذا الوقت المتقدم، أن الذي يفصلنا عن شهادته لم يعد أيام أو أسابيع كما ذكر رئيس هيئة شؤون الأسرى الذي هو مغيب كل التغييب عن واقع ماهر. الذي يعنيه أن ماهر الأخرس بقي في حياته ساعات معدودة، في إذا كان ماهر الأخرس لهذه اللحظة على قيد الحياة، لربما بعد ساعة أو ساعتين يعلن نبع استشهاده. إذن نحن ندق ناقوس الخطر، ماهر الأخرس لم يتبقى في حياته الشيء الكثير حسب ما هو مذكور طبيا، وبالتالي نحن هنا لكي نقف ونوصل رسالتنا إلى جميع المنظمات الدولية والعالمية، إلى السلطة الفلسطينية، إلى المقاومة الفلسطينية، من كان في حوزته ولو رصاصة واحدة ولم يطلقها بعد فرصاصته خائنة، رصاصته مشبوهة، الصاروخ الذي بات في مرابطه لهذه اللحظة هو صاروخ يعني يجب إعادة النظر فيه. وبالتالي نحن ندعو الكل الفلسطيني، سواء السلطة الفلسطينية، المقاومة الفلسطينية في غزة، كلكم مساءلون يوم القيامة أمام الله عز وجل إن لم تتحركوا لإنقاذ حياة ماهر الأخرس. إذا لم نتحرك في هذه اللحظات فمتى نتحرك؟ لا نريد أن يأتي إلى عزاء ماهر الأخرس أي شخص لم يقف ولم يسجل موقفه في التضامن ونصرة ماهر الأخرس. إذا كان البعض يظن أن القيادات الفلسطينية دورها فقط تقديم التعازي لأهالي الأسرى بعد أن يستشهدون فهم واهمون. نحن سوف نرفض استقبال أي جهة رسمية لم تناصر ماهر الأخرس. نحن نرفض أن نستقبل لا قدر الله في عزاء ماهر الأخرس إن قدر الله أن يستشهد أي قيادي فلسطيني لم يناصر ماهر الأخرس. وبالتالي نحن في موقف، نحن في ساعة تاريخية حاسمة، التاريخ لن يرحم أحدا. ماهر الأخرس اليوم يكشف الأقنعة عن جميع القادة الفلسطينيين. يعني سأخذ بلال، إذا سمحت لي بلال، يعني سنتحدث عن الخطوات التالية. أنتم اليوم اعتصام هنا، اعتصام في طول كرم، في جنين، مقرات الصليب الأحمر غادر على الأقل ممثلوها في كافة مدن الفلسطينية. الرسالة التالية أو الخطوة التالية ما هي؟ الخطوة هي نحن موجودين، سنبقى موجودين هنا حتى يتم إنهاء ملف أخونا ماهر الأخرس. كان مطلبنا بسيط جدا، على إصدار الصليب الأحمر أن يصدر بيان يوضح فيه الحالة الصحية الذي يعيش أخونا ماهر. رفض، رد علينا بإغلاق مكاتبهم. لماذا؟ لمصلحة من؟ نحن نقول للصليب الأول عليه أن يوقف مع المظلومين، مع المستضعفين، وليس مع الاحتلال. سنذهب إلى محافظات أخرى
إذا الصليب لم يستجيب لمطالبنا. إذا المشاهدين الكرام، كما شاهدتم على الجزيرة مباشر قبل قليل، خرج طاقم الصليب الأحمر هنا في منطقة البيرة في مدينة البيرة وغادر المقرات احتجاجا على عملية الاعتصام هنا. النشطاء على الأقل في هذه اللحظة كما تشاهدون يتواجدون. الصليب اتخذ خطوة عدم التواجد في مقرات الصليب الأحمر، سواء كان ذلك في منطقة جنين طول كرم واليوم في مدينة البيرة، ويعد على الأقل في مدينة البيرة الصليب الأحمر هو المؤسسة الأكبر في هذه الأثناء التي تتابع شؤون الأسرى. هنا المعتصمون أكدوا على أن دور الصليب الأحمر هو انتصار للحالة المظلومية التي يعيشها ماهر الأخرس. في هذه الدقائق هناك الآن ستجري بعد قليل محاكمة ماهر الأخرس أمام محكمة العدل العليا، والتي ستنظر في الملف. وضع ماهر الأخرس قبل قليل باتصال مع عائلتي خطير للغاية. اليوم نصل إلى حاجز 78 يوم، والساعات القادمة هي حاسمة في ملف الاعتقال الإداري الخاص بماهر الأخرس.